مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن موقع السفر التابع للشؤون القنصلية الأمريكية عن انطلاق التسجيل في قرعة أمريكا لعام 2020، وستمتد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني devlottery.state.gov ما بين 7 أكتوبر الجاري والسادس من شهر يونيو المقبل حسب الموقع نفسه. ويخول برنامج تأشيرة التنوع للمقبولين الذي يتم اختيارهم بواسطة حاسوب بطريقة عشوائية إمكانية الحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين أهم الشروط المخولة للقبول في قرعة أمريكا التوفر على شهادة البكالوريا أو التوفر على خبرة مهنية مدتها 2 في مجال عالي التخصص. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.